جاء به الإطار، جاء به الإطار عندما كان نعم جزء من التيار. اسمح لي، جاء به الإطار. اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي. قيادات يا سيد الكلام طيني. نعم 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 نعم. نعم. أنا ما منكر هذا الشيء. لكن أنت تلصق التهمة. أنت تلصق التهمة بأنه رئيس وزراء التيار. هكذا يبدو. لكن اسمح لي، اسمح لي. لكن نور المالك ايش قال؟ قال قيادات الاطار. اسمح لي يا سيدي الكريم، هسه انا اجاوبك، راح اجاوبك. سمعتك طالبت بخروج الامريكان في حكومه الكاظمي. نعم. قل لي مره واحده قلت اول. نعم انا قل لي مره واحده من 2004 الى اليوم. والعباس ابو فاضل احييك. انا قلت لي مره واحده. من 2004 الى الان انا طالب بخروج القوات الامريكيه فقط لهذه الجزئيه. اولا السيد هاشم الكندي يقول الكاظمي، اولا الكاظمي جاء ب... اسمح لي، اسمح لي يا سيدي الكريم، يعني ما كانت هذه المطالبات. هذا الموضوع يقول لك المطالبات ما كانت مثل ما نسمعها اليوم. لا موجوده. اولا هي كانت مرحله انتقاليه ما بعد اسقاط حكومه السيد او استقاله. اسمح لي يا سيدي، يا سيدي سنوات انتقاليه. والله حتى الفكره طيرتها من راس. لا والله العظيم سنوات. احييك احييك، طيرت الفكره. فلذلك انا اقول الولايات المتحده الامريكيه تحترم القوي ولا تحترم الضعيف. صحيح. وانا اكد لك يا دكتور هاشم، ولهذا يبقى المقاومه العسكريه. نعم. هو الحل. نعم. في وجه هاي بس هاي بس هاي بس هاي. صدقني يا دكتور هاشم، وانت ثق ان شاء الله، ان شاء الله. انا ما اتمنى هذا الشيء، بس ثق يا دكتور هاشم، الولايات المتحدة الأمريكية ضامة طبخة كبيرة للشيعة تحديدا. إذا الإطار التنسيقي لم ينتبه على هذه الطبخة التي تطبخ. معلومة لو استنتاج. لا استنتاج استنتاج استنتاج. لذلك إذا الشيعة لم يكونوا أقوياء ويتركوا أن تكون أن تكون فقط. اسمح لي يا سيدي الكريم، ليش انت تعيب؟ اسمح لي. نعم. ليش تختزلون؟ ليش تختزلون علويه؟ ليش تست